رجعنا من جديد، عملنا دونتس الفراخ. هنعمل دلوقتي بقى وصفه حلوه قوي ومختلفه عن اللي احنا متعودين عليه. هنعمل صينيه كاردون بلو، مش الكاردون بلو العادي اللي احنا بنحمره، لا احنا هنعمله صينيه. المقادير بتاعتي: توست، شرايح شيدر، تركي اللي هو اللانشون التركي، شرايح فراخ مسلوقه، كوبايه بشاميل او كوبايه ونص زي ما يطلع معاكي، وبقسماط خشن وزبده. اول حاجه هجيب الفراخ بتاعتي المسلوقه، هحط لها شويه فلفل اسود كتير. انا مش هحط بهارات تانيه عشان ما اغيرش طعمها عن اللي احنا متعودين عليه، بس هو الفلفل الاسود بقى هبهرها بيه خلاص، ده غير اللي هي اصلا في السلق بتاعها. وهقطعها حتت كبيره، يعني مش بصوا يعني تبقى الحته كبيره بس ايه مش الصدر على بعضه اهو كده اهو، علشان تبقى لما اجي احطها في على التوست واقطعها في التوست ما تتعبنيش. ميرسي يا احمد. كده اهو يعني تبقى مفسخه من بعضها. عايزه تحطي زعتر اوكي برضو مش وحش، بس يعني هي لما يبقى طعمها بلين كده بتبقى احلى. خلاص اهو هاجي بقى هجيب فايركس بتاعي وهدهنه كويس بالزبده، كويس قوي. ليه؟ لان التوست سهل جدا انه يلزق فكده باظت، فهدهنه بالزبده كويس قوي لغايه فوق. اهو، وعلشان التوست برضو يتحمر من تحت. هاجي هحط التوست في البايركس اهو، وبعدين هاجي هرص عليه الفراخ بتاعتي اللي انا سلقتها. على فكرة الوصفة دي تنفع ببواقي الفراخ البيتة، لو انت عندك بواقي فراخ في التلاجة تنفع بيها الوصفة دي، يعني مش لازم تعمل لها فراخ مخصوص، وممكن تتعمل بلحمة باردة، يعني اي بواقي موجودة عندك هتنفع فيها. اوكي اهي، وبعد كده اهو هاجي هحط شرايح تركي اهي، كده و هحط الجبنة على وشها، يعني لو الجبنة حتى فتفتت منك مش مشكلة ان هي هتتغطى مش هتبان، المهم انها كلها في الاخر يبقى طعم الجبنة السايحة فيها. كده يبقى كلها فيها شيدر. علشان الطعم بس في الاخر، وها
هغطيها بالبشاميل دلوقتي حالا. هاجي هحط البشاميل على الجبنة طبقة كويسة. كوباية أو كوباية ونص حتى بشاميل علشان يكفي، وهفرده كده. على الجبنة بعد كده هرجع بالزبدة، الزبدة السايحة هحط على البشاميل علشان عايزة احط بقسماط على الوش، عايزاه يتحمر ويعمل لي طبقة مقرمشة فوق كده اهو. بصوا اوكي، يبقى دهناه كويس قوي، وهجيب البقسماط هرش على الوش طبقة من البقسماط. لما بقى بيخش الفرن ووشه يتحمر والبقسماط يقرمش مع الجبنة السايحة بقى مع التوست تحت مقرمش، مش عايزة اقول لكم جماله بيبقى ازاي كده. شوية زبدة بس علشان ايه، بالراحة كده وبخفة علشان لون البقسماط يبقى ذهبي. بس بدخله بقى الفرن، مجرد الوش يتحمر مش محتاج اكتر من كده، ويقرمش التوست اللي تحت، يعني ما بياخدش ربع ساعة في الفرن علشان هو كل حاجة فيه مستوية كده اهو. بس كده هنيجي بقى نعمل الصنف التاني بتاع النهارده، واللي هو مقرمشات الزيتون. ساعات الواحد بيبقى عايز ينقنق في حاجات كده، فهنعمل النهارده زي كراكرز كده بالزيتون. المقادير بتاعتنا ايه؟ المقادير بتاعتنا بيضتين، نص كوبايه لبن، نص كوبايه زيت زيتون، معلقه روزماري فريش مفروم. الفريش احلى عشان النكهه بتاعته بتبقى باينه، مفيش ممكن استعمل العادي. رشه فلفل، ربع كوبايه جبنه رومي مبشوره، 3 كوبايات دقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر، 3 ارباع كوبايه زيتون مفروم، وهنحط طبعا شويه ملح عشان الملح بتاعه مش كفايه، بس الملح ده بيبقى في الاخر عشان الجبنه الرومي وعلشان الزيتون. دوقيه في الاخر وشوفي ملحه هياخد قد ايه، لان هو الرومي والزيتون فيهم ملح، فهي هياخد حوالي المقدار ده، نص كوبايه ملح مش اكتر من كده. هاجي بقى بسم الله الرحمن الرحيم في الكبه، هحط البيض بسم الله مع معلقه الروزماري الفريش، وهحط الزيت واللبن، مقادير السايله يعني، واديها ضربه. بعد كده جبنه رومي، بيكنج باودر، وادي الزيتون. انا مستعمله نوعين من الزيتون، ممكن تستعملي اخضر واسود، ممكن تستعملي نوع واحد زي ما انت عايزه. و هحط
الدقيق وهنضرب العجينة. العجينة اهو بصوا طرية وسهلة. هجيب بقى الصينية بتاعتي اللي انا هدخلها الفرن وورقة زبدة. ورقة زبدة في ادي ورقة الزبدة اهي. ورقة زبدة. ورقة الزبدة زي ما تعودنا نقطة من المية او الزيت علشان امسكها في الصينية عشان ما تتحركش. بصوا عشان اعرف افرد الحاجة ما تقعدش تجري مني وتتحرك. والعجينة بفردها، هي هتعمل لي صينيتين هدخلها الفرن 10 دقايق، بعدين بقطعها اطلعها اقطعها وارجع ادخلها تاني. انا علشان حطيت المية في ايدي في على الجلافز يعني لزق، فخليني اغيره. و ممكن تحطي لو هو لو هتلزق في ايدك ممكن تحطي نقطة دقيق علشان بصوا كده اهي، لكن انا علشان بليت ايدي عشان احط ورقة الزبدة فعلشان كده هي كانت بتلزق في ايدي اهي. طبعا ممكن انا استعمل 2 ورقة زبدة ورايح دماغي علشان يبقى اسرع بالنسبة لي، وهوريكم ازاي. طبعا انت في البيت هتستعملي ايديك من غير الجلوفز فهتبقى سهلة بالنسبة لك كده اهو. هوريكي بقى تعملي ايه كده خلاص. واروح انا بقى ايه ورقة زبدة تانية أو ورق أو كيس نايلون وأروح فرداها كده لغاية لما تتفرد في الصينية كلها. أو لو أنت عايزة تستسهلي برضو ممكن بالنشابة تروحي فرداها على ورقتين الزبدة لغاية لما تفرد كلها، وبعدين تدخليها الفرن. الفرن بتكوني مجهزاه على حرارة 180، وبعد 10 دقايق بتطلعيها تقطعيها وبترجعيها تاني. ممكن كمان نعملها على شكل كرات على شكل كور وندخلها الفرن. انا فردتها اهو هدخلها الفرن وهطلعها بعد 10 دقايق. ممكن دلوقتي اروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا.